السلام عليكم. عاش تشارلي تشابلن 88 عاما وقضى معظمها يمثل بدون كلام، ولكنه ترك لنا 4 عبارات مهمة نلخصها بما يأتي. أولا، لا يوجد شيء في الوجود دائم إلى الأبد في هذا العالم طبعا، حتى مشاكلك، وبالتالي لا تحمل الهم كثيرا لأن كل شيء سينتهي. قال أيضا: أنا أحب المشي تحت المطر لأنني عندما أفعل ذلك لا أحد يستطيع أن يرى دموعي. وبالتالي هذه أيضا تعطينا فد حكمة عميقة جدا لمن يدركها. القول الثالث أيضا لتشارلي تشابلن يقول فيه بأنه أكثر يوم ضائع في حياتك أو في حياتنا هو اليوم الذي لا نضحك فيه. وبالتالي مهما كانت الهموم والغموم متراكمة حولك، تذكر دائما أن تضحك في يومك حتى لا يكون يوما ضائعا، لأنه ما أن يذهب فإنه لن يعود. وأخيرا، المقولة السادسة قال فيها بأنه أفضل 6 أطباء أو دكاترة في العالم هم الشمس، الراحة، التمارين الرياضية، الحمية الغذائية، احترام الذات أو احترام النفس، والأصدقاء. لذا تمسك بهؤلاء في كل مراحل حياتك واستمتع بحياة صحية. شكرا جزيلا ونراكم قريبا إن شاء الله.